اهلا بيكم مع فيديو جديد للانجليش. النهارده هنتكلم عن the family، العيله، members of the family، افراد العيله. يلا بينا نبتدي. father اللي هو الاب، mother الام، brother أخ، sister أخت، grandfather اللي هو الجد، grandmother الجدة، عندنا كمان أنكل يعني عم أو خال، وأنت يعني عمة أو خالة، كمان صن يعني ابن، دوتر يعني بنت، عندنا كوزن، كوزن لابن الخال او ابن الخالة، وكمان لبنت الخال او بنت الخالة، وبرده ابن العم او ابن العمة، وبنت العم او بنت العمة. الاب والام اسمهم parents، وكمان الجد والجدة grandparents، كده خلصنا فيديو النهاردة عن the family العيلة. نشوفكم في فيديو جديد للإنجليش. Thank you for watching.